كل مرة كنا نروح على مظاهرة أو مسيرة كنت أدور على وجوه ناس بعرفهم بين كل هالغربة، بس لما أزهق كنت أطلع على الغربة اللي حولي وأقول لحالي في كتير ناس زيي بيأمنوا إنه الشغلات الصغيرة بتفرق، ولا إنه بهالأوقات الصعبة أطلع على الشارع مع هالناس على القليلة بتريح البال من القهر اللي عم يشوفه كل يوم بالأخبار. بس أنا ما تعرفت عليها لا بمظاهرة ولا بمسيرة. أنا تعرفت عليها بمعرض بدوي. هناك تعرفت على صحباتها، منى صديقة الطفولة، وداد، وصانيا صديقة النضال. وبلش الثلاثة يحكوا لي عن عيدة قصة ورا قصة. عيدة ببساطة بالنسبة إلي صديقة صحبتها كتير صعبة، لأنه الصداقة بفهمها أنا إنه بتاخدي وبتعطي. عيدة بس بتعطي، بتضلي بتقاتلي كل وقتك لتقدري تعطيها، ما بتقدري بس بتاخدي منها. يعني كتير بالنسبة إلي كانت كتير معطاءة على جميع الأصعدة، فكتير كان صعب إنه تعيشي صداقة معها لأنه بتحبي تعطي، بس هي بس بتعطي ما بتاخد. مع إنه عندها شروط كتير بسيطة بالصحبة، لازم تكوني صادقة وبتحبي العراق وبتعتبري فلسطين قضيتك، بتصيري صاحبتها الرأس. أي حدا مرات طريق بتكتشف فيه، في عندها كمان جودمنت يعني. اوكي بس اخر خاصه اخر فتره من وقت ما صعدت هي الامور، عم بحكي على الصعيد العام، عن جد كانت يعني تتفاجئي من قديش بتصير قريبه من الناس اللي بيحبوا العراق وفلسطين قضيتهم. وقديش بتلعن ابو فطيزه للي هيك يعني بتمسكوا نسب كانوا، وما عندها ابدا ديمقراطيه بهذا الموضوع، ما في بدك تحب العراق. يعني أنا أول ما تعرفت على عيدة حاملة ملف قضية وصرت أساعدها فيه، لقيت حالي داخلة بالميمة معها. يعني أنا أول ما تعرفت عليها كنا نكب تلج. أهل شخص على حكي القضية الفلسطينية، فبدأ أساس معي يحكي إنه ثلاث أرباع العالم بعيش حياتهم بموت من عايشة على الهامش. أنا عم بحكي كنا بنات 12 سنة 16 سنة، فطبعا ضيعة حياتي ما بعيش حياتي على الهامش لأسرع الحمود عريضة. بتخيل أطفال تعليم بتقولوا عيدة إنه لازم نشتغل لهدول يطلعوا بعشرة. لما بنحكي ونتضايق ونطلع بعشرة، يمكن ما لحق كل شيء نعمله شيء، بس أتليست لما عن جد نتضايق عشرة وهذا فينا نتحرك نعمل شيء. من بين 20 شغلة نتضايق عليها حلو واحد منهم، تضايق نحاول نفعل. يمكن هي هاي المميزة عيدة على طول، إنه ما في شيء ضايقنا ما عم بدفع شيء. لام رصاص بدون طبعا سر التاريخ، الحصار على العراق والامريكان اللي قتلوا اي شيء ليزيلوا القصه ليزيلوا الطين بله، قرروا انه لام رصاص اسلحه. كلمه عيلة الموضوع هيك ببساطه، انه ما بيطلع عنهم لا الامريكان ولا اي حد ثاني يقرر ايش اي إنسان عربي مو أي دولة عربية إيش يستعمل وإيش ما يستعمل. فبما أنه كانت القارة قوية جدا تبع الأشياء اللي هو تقولها للعراق، فنفعت أنا من الرصاص لأنه كثير استفزتها. يعني مادة جدا بسيطة للتعليم أساسية مبدئية وكثير سبب سخيف عقول الأمريكان عن العراق، واعتبرت حالة مسؤولة هي لأنه قدروا الأمريكان يتجرؤوا يعطوا هيك سبب، ما بيتجرؤوا إلا لأنه إحنا على العين. فقررت تجمع، كانت سمت الحملة مليون قلم رصاص،
لرفع النساء لكسر الحصار على الغذاء لتقوم العالمي. هي من أفكار اللطيفة مثل الطائرات الورقية. ما عم نقدر نحكي، ما عم نقدر نسوي شيء ضمن الظروف اللي الكل بيعرفها. فقررت انه نرسم، اذا ما بدكم يانا نحكي، ما بدكم يانا ننزل على الشارع، ما بدكم يانا نصرخ، خلينا نرسم على الساكت ببساطه. فاتصلت بمجموعه من فنانين تشكيليين بالاردن، فنانين مهمين ومواقفهم معروفه مثل مواقفها، يعني ما حدا بيقدر يزاول على حدا، كلهم بيحبوا الاردن، كلهم بيحبوا البلد. حكيت معهم انه بدنا نرسم نعبر لهذا الصمت العربي بالرسم. كله واقع، كان في موافقه كبيره. مثل دائما جمعت فنانين من شباب انه نشد اللوحات الكانفاس ونحضرهم عشان يجوا فنانين بس يرسموا. فعملت لوحات طولها مع بعض 30 متر، عملت مثلها للصغار عشان صغار يرسموا كمان. واجوا الفنانين التشكيليين بقلب عمان، بقلب يعني احد شوارع عمان الرئيسيه جدا، ارض فاضيه مع انه اعترضتها صعوبات، جربوا الارض بالليل عشان ما يمثل وقت الستاندرد اللي يرسموا. فهي قررت انه اوكي بلاش نوقف على ارض مستويه، نوقف على ارض الطاوله، مش مشكله، تتجاوز، ما عندها مشكله باي شيء، تتجاوز كل المشاكل. وأصبت انه بدنا نرسم. طبعا ناس تبرعوا بالالوان، ناس تبرعوا بالفراشي، يعني كان نشاط جماعي لانه الكل مآمن بالفكره. جمعت الكل، اجوا الفنانين لوحات موجودين، بلشوا يرسموا، تجمعوا ناس من طريق يرسموا، دائما هذا الهدف تعمل، تحاول تسوي كل شيء بين الناس. بلشوا ناس يجوا يرسموا معنا، ما عاد في محل تعبر كانفاس، صاروا يرسموا على الحيطان مع الرصيف. الأولاد ما عزقوا محلات يرسموا، صاروا يمسكوا الحجاب بالأرض، ينخبوا عنها الغبرة ويرسموا عليها. بالنتيجة كان عندنا جدارية ملونة حلوة كثير، كلها بتحكي ذات الصمت العربي. حتى الحجاب الصغيرة بلونوها بالذات. نجحت فعلية، كان في تغطية إعلامية. فهمت الناس اللي عم تشوف هي الجدارية إنه إحنا مش ساكتين، بس احنا مش قادرين نسكت، عم نحاول نعمل اي شيء. يعني بالنسبه لها الاشياء كانت معاشه، يعني مش تنظير، مش ايديولوجيه، مش فكر، هي عم شوف دائما بقول انا راهن نفسي لهذا الفكر ولهذا المبدا، يعني زي اللي بحمل ربه جميله انه قاعد مثلا بناظر. هي بالنسبه لها كانت حياه، هي عم بتعيش الحياه بانه تحمل هاي الاشياء وتعملها وتستمتع بالحياة، يعني زي ما حكيت منها، يعني كانت أكتر أول واحدة تروح على الرأس وآخر واحدة تروح. أخذ راحة تروح، يعني يروحوها. طلعات جيات آخر واحدة يروحوها مش تروح، يعني فما كانت الأشياء كانت إنه الحياة هاي حياة، يعني إنه الحياة توقفي وتعملي وتجمع تحب تحكي نكات وكل شيء كلها، يعني فهي كانت حياة أكثر منها إنه والله أنا مناضل، عم بناضل وعم بعمل وعم بساوي. وعشان هيك كان شغلها ما فيه حكي، يعني ما كان في حكي، يعني ما كانش تقعد تحكي انه والله كذا ولازم نعمل، ما فيش شيء اسمه كان لازم نعمل وعم بعمل وعملنا وهلا بس نخلص هاي رح نعمل هذيك. يمكن انتم ما في تنظير، سونيا ادرى مني، بس انه كان شغل عملي، يعني معاش، في اشياء عم تحصل. مش بس هيك، هي دائما بتعمل اي شيء، يعني يمكن انا بقول بحاول اسوي، هي بتقول لا بدي اسوي. هذا الفرق بين عايده وبين اي حدا ثاني. الحاله اللي كانت موجوده في حفل التقديم، يعني فعلا شخص غير عادي فقط اللي بيقدر يخلق هيك حال. في كان ناس من كل العالم، في كان ناس من كل الشعر، كل الأصناف، بس كل التيارات، كل الخلفيات، في كان التنوع اللي كان موجود كان غير عادي. فمش أي شخص عادي، أو أكيد مش شخص عادي القادر هدول يجمعهم إنهم يجوا، يعني يقولوا لها أو يودعوها.
الناس كانت جاية بديش أعمم على اللي كان جايين على بس كان باين إنهم جايين لأنه بدهم يجوا لأنه بيعنيهم إنهم يجوا لأنه مش واجب لأنه بدهم يعني ما كانش في حدا جاي لأنه واجب يعني في كثير كان حضور كان باشن كان عاطف الكل كان حاضر بعاطفته في كان حالة عالية جدا لا شك كمان يعني التنوع الناس اللي حكوا عن علم عن انطباعي عن المرحومة المناضلة الدكتورة عايدة دباس بقولها ما رأيت عبقريا يثري فريحة بين تنوع الحضور وتنوع اللي عم يحكوا على نفس الروح الكل التقى هناك على نفس الروح زي ما حكى خالد بالتقريب حكينا عن التقريب موجودة في راياتنا جميعا التي ناضلنا من أجلها وسنناضل Ayda Dabbas was not just a comrade. Ayda Dabbas لم تكن فقط رفيقة. She was a leader. كانت قائدة. And we are very short of real leaders. ونحن نفتقد للقادة الحقيقيين. بمعنى كان وهذا الإشي اللي أنا بالتقديم منتعش منه إنه هذا عدد الناس إنه يلتقوا معنا اللي كانت عايزة عم تحاول تعيش له وتحاول توجده وتحاول انه تستفزه في الوجود من دبي لعمان أنا حبطل أدور لأنه عايدة حتكون موجودة وين ما بروح